المنظر، هنسيبه 5 دقايق او 7 دقايق كمان ونطلعه ونحط الصوصات بقى ونشوف ايه المكون النهارده او ايه الحاجه اللي احنا حاطينها في الارضيه كده قبل ما نرص عليها وحايد السينابون او دوائر السينابون. بتاع الريحه بتاعته رهيبه. مدوباني بصراحه، الريحه تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين شكله عامل ازاي؟ السينابون ده المفروض ان احنا بنحط عليه صوص الجبنه او صوص كراميل من فوق مع المكسرات، بس انا النهارده حاطه حاجه مختلفه تماما في الارضيه بتاعه السينابون بتاعنا. انا متعمده النهارده ان انا اعمل السينابون يبقى في طاجن بايركس بالشكل ده كده، او صينيه تيفال او ايا كان اللي هتعملوه فيه، علشان لما اقلبه يطلع معايا بسهوله وارجع ارده تاني. بصوا كده هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا حمدي، لا احنا ممكن نعمل اللي اتعملت دي. ده طبعا اللي في الارضيه ده كراميل. بصوا كده، لا 7 وسبيعه. سخن 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 سخن. بصي شكله يا حمدي عامل ازاي. هروح عامله تاني كده، هروح عامله كده بالشكل ده. حاطه في الارضيه ايه؟ حاطه في الارضيه صوص كراميل، علشان لما تيجوا تاكلوه ما يبقاش الارضيه بتاعتي ناشفه. انا مش عايزه حاجه زي كده، لا انا عايزه صوص في الارضيه ده. مش مشكله، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده انا هسيبه يهدى شويه من السخونيه على ما نرجع من الفاصل. هعمل صوص الجبنه الاول ونعمل صوص الكراميل علشان نبدا ان احنا نزينه بيه ونحط عليه بقى عين الجمل من على الوش كده. او لا ما ينفعش. حمدي بيقول لي هو احنا المفروض كنا سيبناه يبرد او بعد كده نقلبه؟ لو سيبناه يبرد يا حمدي هو لازم يتقلب وهو سخن. لو سيبناه يبرد الكراميل اللي في الارضيه ده هيقفش، هينشف شويه، فعلشان كده لازم يتقلب وهو سخن ولازم يتاكل وهو سخن. طيب نونا، انا دلوقتي عملت السينابون زي ما انت ما عاملاه كده اهو، وجيت قدمته ورحت واخده مثلا القطعه دي كده مقدماها علشان تبقى سخنه. طب اللي فاضل ده، اللي فاضل ده يتاكل ازاي؟ ما هو لو برد شويه هيبدا ان هو الارضيه بتاعته تنشف. هنعمل ايه؟ كل اللي محتاجاه بنفس الصينيه بتاعته او البايركس بتاعه او القطعه اللي انت هتاخديها عشان تفك، ثانيه او ثانيتين في الميكرويف. هقول لك على حاجه، مش عايزه تحطيه في الميكرويف، بوله فيها ميه سخنه وسقطي، لو ده في طبق سقطي الطبق في بوله صغننه فيها ميه سخنه دقيقتين كده او اقل من دقيقتين، هتفك الكراميل اللي معاكي وتبقى برده ان هي الارضيه بتاعتها سخنه وسايحه وتبقى في منتهى الجمال، حاجه تحفه. تعالوا دلوقتي بعد ما قلبنا السينابون الحلو بتاعنا ده وحطينا عليه الشوكولاته، وتعالوا كمان نحط عليه صوص كراميل، وبعد كده نحط عليه صوص الجبنه اللي احنا هنعمله، حاجه كده ميكس من الصوصات يعني، حاجة وهمية أقسم بالله، يعني تخلي الريق يجري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. برضو مش هحط عليه دلوقتي هاي المكسرات بتاعتنا غير لما نعمل صوص الجبنة. طيب تعالى يا حمدي نبدأ بصوص الجبنة علشان نزين الوصفتين بتوعنا، وبعد كده نشوف العجينة بتاعت السينابون كانت عبارة عن ايه. الطاجن اللي احنا كنا عاملينه أنا قلبته هقدمه وهو مقلوب، يعني انا قلبته بالشكل ده كده وهقدمه هو شكله مقلوب عشان يبقى فيه اختلاف بين ده وبين ده. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايه اللي في الجنب اللي قطع عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، طبعا عايزين تقلبوه ما عنديش مشكله، بس انا هخلي معلومه بالشكل ده كده عشان يبقى مختلف شويه.
طيب بصوا بقى، تعالوا نبدا دلوقتي ونشوف يا حمدي مقادير صوص الجبنه بتاعتنا ايه. مقادير سهله وبسيطه جدا، بس احنا لو جبناه من بره هيبقى غالي قوي. ناس كتير تقول لك ايه في صوص كده ابيض بيبقى على السينابون، احنا ما بنبقاش عارفين ده عباره عن ايه يعني، وبيجي لهم صدمه لما نقول لهم ايه ده صوص جبنه، ايه ده جبنه؟ هو الصوص الحلو المسكر ده بيبقى معمول من الجبنه؟ اه معمول من الجبنه، بس مش اي جبنه. صوص الجبنه للسينابون بنعمل ايه؟ علبه جبنه كريمي من غير اي طعم، من غير اي طعم، ساده خالص، معاها ربع كوبايه من الزبده، كوبايه ونص سكر بودره، ومعلقه صغيره فانيليا، اكتر من كده مش عايزه. وعندي الخلاط وهنبدا ان احنا نضرب فيه ده كله. يعني المقادير اللي عندي الضعف، ما هي لو الضعف يبقى نص كوبايه زبده مش ربع. زبده مش ربع. اوكي تمام. رغده يعني دي ثانيه واحده، يعني دي 3 كوبايات سكر؟ طيب بصوا يا جماعه، المقادير اللي على الشاشه دي احنا مضاعفينها. المقادير اللي على الشاشه نص المقدار اللي قدامي، المقدار اللي قدامي ده انا مضاعفاه علشان يديني صوص زياده ابدا ان انا ازين بيه واحطه يعني منفصل. لكن انتوا في البيت هتعملوا المقدار اللي على الشاشه ده عشان ما حدش يحط في دماغه ان المقدار ده هو ده ويديله الكميه دي. يجي لما يعمل المقدار اللي على الشاشه يطلع معاه اقل من اللي انا عاملاه، فيرجع يقول طب ازاي هي كذبت علينا او ان هي ما عندهاش مصداقيه في المقدار اللي بتقوله. لا، المقدار اللي قدامي ده ضعف المقدار اللي على الشاشه. طيب هعمل ايه؟ هبدا ان انا احط الجبنه. بالشكل ده كده. وارجع واقول دي جبنه كريمي ملهاش اي طعم يعني، ولا لو هتجيبوها اللي هي البطرمانات اللي هي الكريمي خالص دي، هاتوا البطرمان اللي هو بغطا ازرق اللي هي بطعم القشطه، ملهاش اي طعم خالص. اما انا مش قادره اقول اسمها بقى. ادي الجبنه وادي السكر البودر والفانيليا، وهبدا ان انا اروح واخده الزبده حاطه كده، بس انا بقول لك ان انا هحتاج زبده تاني. بينا نشغل على صوص الجبنه. بسم الله. شغل بالراحة، محدش بيجري ورانا، مش حد مصربعنا ولا اي حاجة خالص. بسم الله. وصفتنا النهاردة رايقة وعايزة روقان اصلا واحنا شغالين. بسم الله. بدأت الملامح هي تظهر بتاعة الصوص، ريحة الفانيليا حلوة قوي، ريحة السكر البودرة مع الزبدة تحفة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاط ده عليه قصاص يا حمدي؟ ما عارفين يعني. يا شيخ يا شيخ، احنا بصوا نسيب الصوص ونناقش اللي انتوا بتقولوه ده كله. انا القعده الحلوه ما تعوضش. بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هتستغربوا من اللي انا عملته دلوقتي. انا عملت ليه كده؟
علشان الجبنه اللي احنا جايبينها هم مصفينها من السوائل بتاعتها. انا عايزاها كريمي زياده قطعه، في فرق بين الكريمي خالص وفي فرق بين اللي هم جايبينها الكريمي. يفضل ان هي تكون يا جماعه تكون اللي هي الكريمي اللي هي السبريد اللي هي كريمي سايله. الكريمي السايله مش هتاخد اللي احنا عملناه ده، الكريمي السايله مش هتاخد الوقت اللي احنا عملناه ده، ده مجرد ما تحطوها مع السكر البودره ومع الزبده هتلاقوها اتضربت على طول. لكن اللي هم جايبينها اللي هي العلب المكعبات اللي هم جايبينها دي او القوالب، لا بتبقى السوائل فيها اقل وما تبقاش مضروبه كويس او ما تبقاش سايله كويس. عشان كده انا رحت مزوده شويه ميه عشان اديها سوائل. ممكن طبعا تحط شويه حليب، ما عنديش اي مشكله، بس انا اتصرفت وحطيت ميه علشان تمشي لي الخلاط وتخفف لي الجبنه شويه. بسم الله. لو تشوفوا اللي انا شايفاه، يا نهار ابيض، روعه 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 روعه. بص يا حمدي، بص انا حاسه ان هو عايز يخف شويه كمان، بس هو القوام انا حاسه ان هو عايز يخف سنه كمان. لا لا لا، هقول لك على حاجه، علشان هو لما بيقعد شويه كمان بيتقل. وحشه قوي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طويل، انا مش عايزه حاجه اكتر من كده. يا نهار ابيض على الجمال، ويا نهار ابيض على الذوبان اللي فيه صوص الجبنه بتاعنا يا حمدي. يا نهار، ايه ده؟ بص كده، بص، عارف بقى هيبان امتى يا حمدي؟ لما نعمل كده. بص بقى كده، بص يا حمدي معايا، انا عايزاه بقى ايه، ينزل على الجوانب كده بالشكل ده. بص بقى هنا، شفت صوص الجبنه عامل ازاي؟ يا نهار ابيض على الجمال، وجون 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 وجون، يا نهار ابيض يا نهار يا نهار ابيض. وهنا ساسكت قليلا. بص بقى كده، ايه ده؟ انا بفتح الغطا ليه؟ بفتح الغطا ليه؟ ونبص على في الفرن. عينينا يا رب. سلام، ده بعد الجمال اللي احنا عاملينه دوت، عينينا. ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا بقى كده كمان، ده كل ده كده لسه بينزل على الجوانب، وهنشوف شكله عامل ازاي. السينابون ده عبارة عن يعني كمية صوصات مش أكتر من كده. بص يا حمدي بقى، الله هو أكبر، اللهم بارك. ريحة القرفة بتاعت السينابون يعني تدوب أي حد. بصوا، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. لا ده عايز يطلع. بسم الله. انا عايزه دلوقتي كل واحده من حبايبنا بتتفرج معايا
تقوم تعمل ثانوي. بص يا حمدي بقى، هو اصلا وهو سخن، بص الجبنه، لا 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 ده كده يا رهوه هيبقى دايب خالص يا مونتي، دايب دوب، دايب دوب. بصوا المنظر، يا لهوي، اللي مش هيقوم يعمل سينابون بعد الحلقة دي فايته كتير. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الله اكبر، حاجة كده عظمة. تخيلوا بقى القطعة دي اصلا الواحدة بتتباع بره بالشيل الفلاني مش اقل من، يعني انا بجيبها من مكان كده لما بيكون هاففني الشوق وبكون بره ومحتاجة ان انا اكل حاجة مسكرة، كنت بتمشى ويهفني الشوق كده، او ان انا اكون مثلا، او ان انا اكون مثلا في مكان ويكون بيعمل سينابون وريحته تشدني وابقى محتاجه ان انا عايزه اكله حالا يعني دلوقتي. اقل قطعه بتبقى معديه اللي هنقول 52 72 جنيه القطعه، القطعه 52 72 القطعه الواحده، القطعه اللي هي دي يا حمدي كده، دي كده ب 52 72 على حسب الصوص اللي انت عايزه عليه، تمام؟ فتخيلوا بقى ده كده، مونت بيقول لي الميني ب 15 جنيه، ده كده، ده هي اكنك واخد قطمه ما بتبقاش واحده. فتخيلوا ان احنا بقى نعمل كل الكميه دي بحاجه بسيطه دلوقتي، هنعمل كيلو دقيق، المقدار بتاعنا كيلو دقيق، وهوريكم كيلو دقيق يعمل ايه، او كيلو دقيق يعمل كام قطعه، كيلو دقيق يعمل كام قطعه. احنا مخمرين او عاملين عجينه نص كيلو دقيق، لكن اللي انا هعمله معاكم دلوقتي في العجان كيلو دقيق كامل. لخبطتيني لخبطتيني، ايوه كده، انا كان قصدي كده. هينزل على الشاشه مقدار كيلو، لكن انا هعجن نص كيلو، لكن ثانيه واحده، هنعجن نص كيلو لكن انا مخمره كيلو، والمقدار اللي هينزل على الشاشه كيلو، يعني المقدار اللي انتوا هتستخدموه اللي هينزل على الشاشه هو اللي انا مخمره بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو متخمر، ده كيلو متخمر، الله هو اكبر. العجينه ملبن ملبن، العجينه ملبن. طيب هقول لك على حاجه يا حمزه، حاجه كويسه عشان برضو ايه ما ابقاش زعلتك، تمام؟ ولا نقدر والله. تعالوا نعمل ايه، نفرد العجينه بتاعتنا اللي متخمره ونشوف هنشكل السينابون ده النهارده ازاي بطريقه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليها، وبعد كده لما نرجع نعمل العجينه نفسها ونشوف ايه البولش اللي احنا عاملينه علشان يطلع لنا عجينه ناعمه وفي نفس الوقت عجينه مخدومه. طيب مقادير السينابون، ما كنتش عايزاها تنزل دلوقتي يا حمدي، انا عايزاها تنزل لما نرجع. نفرد الاول، بصوا كده، بص بقى كده، ايوه عشان هما ايه يعملوها معايا. بسم الله، بوله فيها دقيق نشابه، هتلاقوا ان انا شغاله وانا رايقه رايقه رايقه، هي وصفه رايقه، فما ينفعش ان انا اشتغل وانا متصربعه، ما ينفعش ان انا اشتغل وانا اكني حد بيجري ورايا يلا 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 عشان نعمل يلا، مفيش الكلام ده. انا عشان كده حبيت النهارده ان هو يكون لوحده، ما احطش معاه اي وصفه ثانيه، ليه؟ علشان هو عايز روقان، وانت اصلا شغاله في البيت عايز روقان، شغلي كده حاجه انت حابه تسمعيها، حاجه بتبقي متفائله بيها وانت شغاله، حاجه بتغير المود بتاعك، علشان الروقان اللي جواكي وانت شغاله في الوصفه هيطلع على الوصفه نفسها. بص بص يا لهوي على الجمال، اقسم بالله ما هتلاقوا عجينه ملبن بالشكل ده كده، ملبن 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 ملبن. بص المنظر، بص المنظر، بص العجينة عاملة ازاي، شايفين؟ ادي ادي العجينة وادي النشابة بتاعتنا، عايزاكي تعمليها
بص العجينه ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، اللهم بارك. هنحاول بقدر الامكان، انا بحب اشتغل في مكان واسع علشان اخد براحي. تحاولي تطلعيه مربع او مستطيل على حسب ما انت عايزه. شايفه؟ وخلي بالك ان هو لسه هيخمر تاني، وكل ما العجينه كانت خمرانه وكل ما العجينه كانت مرتاحه حلوه قوي هتديكي النتيجه اللي انت عايزاها. بصي المنظر، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هقول لك خالص مش هنلف، لا بصوا كده، بصوا المنظر. اللي بقى ترنج بصوا، شايفين؟ شايفين ما شاء الله العجينة؟ بصوا بقى عدوا معايا، عايزاكوا تعدوا معايا. احنا قلنا ده كيلو دقيق، وقلنا القطعة بره بتتكلف الشيء الفلاني. طيب هتعملي ايه دلوقتي يا نونا؟ هعمل كده، احط زبدة واحط سكر، زبدة تانية يا شباب عشان اخدتها للصوص، علشان دي علشان اخدت منها واخلط كده السكر والزبدة والقرفة. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بصوا المنظر. لا هو عايز زبدة عشان يسيل شوية. بصوا كده انا عملت ايه، حطيت الزبدة مع السكر والقرفة، وارجع بعد كده امشي الخليط كله على العجينة، ما خليش حتة في العجينة مش عليها قرفة وسكر وزبدة. بالشكل ده كده الوصفة بتاعتنا رايقة قوي، ولازم تعمليها وانت رايقة وتبقي عاملاها بحب. صدقوني والله العظيم الحاجة لما بتبقى معمولة بحب، الحب اللي جواكي وانت بتعملي الوصفة بيطبع على الوصفة نفسها. لكن لو انت متعودة تعملي وصفة وجيتي في يوم وبتطلع معاكي على طول حلوة، وجيتي في يوم مودك ما كانش حلو او حاجة ضايقتك او حاجة قريفتك، وجيتي عملتي هي هي الوصفة بتطلع معاكي، حاضر بتطلع مع حاضر بتطلع معاكي مش حلوه، وهتطلع معاكي مش مظبوطه. فخلوا دايما الوصفه لما تيجوا تعملوها ايا كان حلوه او حادق تبقوا عاملينها بحب وموت كويس. بالشكل ده كده بنبدا ان احنا بصوا العجينه ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. هو ده بقى الاكله اللي يقولك ايه تتشم ريحتها من بعيد، يعني انتوا وانتوا قاعدين دلوقتي في البيت ممكن تبقوا شامين ريحه القرفه وريحه اللي احنا بنعمله. بالشكل ده كده كده تمام وزي الفل. هبدا بعد كده عدوا معايا بقى، عدوا معايا. قلنا القطعه بكام يا حمدي؟ يا ب 52 يا ب 72. ماشي طيب، انا عايزه كل حته تبقى عليها الخليط. بصوا كده الله واحد ملوش تاني، تلاته اربعه
خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر. اتناشر قطعة من السنب، وانت اللي بتتحددي اذا كنت عايزاها رفيعة او عريضة. طيب شايفين ال 12 دول، انا ممكن في لحظة اخليهم 24 كده. هقول لك حالا، بصوا كده، ادي واحدة. لو انا لفتها بالطول كلها على حجم العجينة هتبقى كبيرة قوي وتبقى مليانة عجين، والواحد هياكلها ومش هيبقى قادر يتنفس. لكن هو ده كده حجم السنابون العادي بتاعنا الطبيعي. يعني في لحظة يا حمدي بكيلو دقيق طلعنا 24 قطعة سنابون، والواحدة أصلا بتتباع بره بالشيء الفلاني. بصوا المنظر عامل ازاي، الله أكبر، اللهم بارك. يلا بينا يا حمدي نطلع فاصل، هنطلع فاصل اكون خلصت لف السينابون بتاعنا ده ورصيته في الطواجن بتاعتنا اللي هي البايركس او اللي هي الانجليش كيك على حسب ما احنا عايزين نسوي. انا بقى اقول لكم دلوقتي على تكايه في العجنه نفسها او في العجينه نفسها عشان تطلع لنا ملبن زي ما احنا ما عملنا كده. بصوا كده المقادير هتنزل معانا حالا على الشاشه، انا هاخد السوائل اضربها مع بعضها اعمل حاجه اسمها بوليش، بس مش هخليه يخمر قوي، لا انا هاخد اشتغل بيه على طول. طب يلا يا حمدي ننزل المقادير وبعدين نسحب على طول المقادير. يلا بينا. مقادير عجينه السينابون بتقول ايه؟ كيلو دقيق، معلقتين كبار خميره فوريه، نص كوبايه حليب بودر، نص كوبايه حليب سايل، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه زبده مذابه او بدرجه حراره الغرفه. معانا ايه كمان؟ اربع بيضات، باكت فانيليا، رشه من الملح، ميه دافيه للعجن. طيب دي المقادير بتاعتنا. بصوا كده معايا، هنحط هنا في العجان الدقيق وهنحط الحليب البودر وادي رشه الملح بس، ده اللي في العجان. طيب هنا بقى بصوا معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي البيض وادي الحليب وادي الفانيليا والخميره والسكر. تمام تمام هجيب معلقه ومن الدقيق اللي انا حطيته هروح واخده ثلاث معالق من نفس المقدار كده مع بعضهم، ثلاث معالق دقيق من المقدار بتاعنا مع البيض والخميره والحليب والفانيليا، واعمل كده. بالشكل ده، بصوا شايفين سايل خالص ازاي اهو، وادي الزبده، طبعا الزبده تكون سايحه عن كده. يبقى احنا حطينا زبده وحطينا بيض وحطينا حليب وحطينا خميره وفانيليا ومعاهم ثلاث معالق كبار من الدقيق بالشكل ده كده اهو، وارجع بعد كده اروح حطاهم على الدقيق مع الحليب البودر. بسم الله. بالشكل ده. طيب نونا، هو احنا مش المفروض ان البوليش ده احنا عارفين زي ما اتعلمنا قبل كده او ما اتعودنا ان البوليش ده المفروض ان هو بيتساب بره يخمر وبعد كده بنشتغل بيه؟ او ممكن ان احنا نعمل حركه زي دي، وممكن ان احنا نشتغل بيه على طول زي ما انا ما هعمل دلوقتي. اهم حاجه ان هما يدخلوا مع بعض. هبدا دلوقتي اشغل ده كده مع بعض ونشوف العجينه هتلم ازاي وهتاخد معايا ميه قد ايه. انا عامله ميه دافيه عشان تنشط لي الخميره اسرع برضو. طيب بسم الله.
بص لميت العجان معايا، العجان معايا فاضي ما فيهوش اي دقيق في الجوانب ولا اي حاجه، بس العجينه لسه مقطعه، معنى كده ان هي عايزه ايه؟ عايزه تتعجن وبس، ما خدتش ما كملتش نص كوبايه ميه علشان السوائل والبروس اللي احنا عملناه يعني ادى ملمس حلو قوي للعجينه، فهي عايزه تتخلي.